كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا جدا على دعوة أقاربه، وأنذر عشيرتك الأقربين. فروى البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. يعني لا تتكلوا على قرابتي، أنا لا أقدر أن أدفع عنكم مكروها يريده الله. وجاء في رواية مسلم أنه قال: غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، يعني سأصلها بالمعروف اللائق بها. ويدخل في هذا قرابة النبي عليه الصلاة والسلام جميعا، والرحم هم أقارب الرجل من جهة أبيه وأمه، من جهة أبيه وأمه، كل هؤلاء من الأرحام. والسر في الأمر بإنذار الأقربين، أولا أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم، وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع. وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم في الدعوة والتخويف، فلذلك نص له على إنذارهم. فلا تحابيهم، وإن كانوا أقاربك صارحهم وأعلن لهم الدعوة وقرر لهم التوحيد، بيّن لهم الأمر، بيّن لهم الحق ولو كانوا أقاربك. ثانيا، أقاربك إذا اقتنعوا أدعى الاقتناع من بعدهم، إذا أعرض الأقارب يمكن يكون هذا صد من بعدهم، لأنهم سيقولوا: إذا كان أقارب ما آمنوا به. لكن إذا آمن الأقارب يشتد عود الدعوة ويكون لهذا وزن عند الناس. استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام أول واحد من أقارب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو صغير صبي، فكان أول صبي يدخل في الإسلام. قال الترمذي رحمه الله: قال بعض أهل العلم: أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأسلم علي وهو غلام ابن 8 سنين ابن عمه، وأول من أسلم من النساء خديجة. قال ابن حجر رحمه الله: وروى يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن عروة قال: أسلم علي وهو ابن 8 سنين.